نتابع الآن ما يحدث في شمال سوريا على الحدود السورية التركية. آخر الأنباء على لسان قوات سوريا الديمقراطية التي قالت بأن المقاتلات التركية تشن غارات وأن هناك حالة ذعر بين سكان شمال شرق سوريا. وقد أعلن قبل ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية التركية العسكرية في شمال شرق سوريا. مراسل العربية قال بأن طائرة تركية تستهدف موقعا أو استهدفت موقعا لقوات سوريا الديمقراطية في رأس العين. أنقرة كانت قد طالبت الدول الأوروبية باستعادة مقاتلي داعش المعتقلين في سوريا. ترامب من جانبه قال بأن التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة، وقال بأن الولايات المتحدة بصدد العمل على إعادة جنودنا إلى أرض الوطن. إذا نتابع هذه الأخبار العاجلة التي تأتينا من منطقة الحدود التركية السورية التي بدأت فيها حسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية التركية العسكرية في الشمال. وينضم إلينا الآن هاتفيا أحمد رحال مراسل العربية. سيد أحمد مرحبا بك معنا، أو سيد أحمد المحلل السياسي الآن يتابع معنا، الذي ربما فقدنا الاتصال به. سنحاول معادة الاتصال به ومتابعة هذه الأنباء التي تأتينا في ما يتعلق بالعملية التركية العسكرية في شمال سوريا. قلنا بأن وسائل إعلام تركية تحدثت عن انفجار في رأس العين في الحدود السورية في المنطقة السورية، وكانت أيضا مصادر حسب مراسل العربية قال بأن هناك تحليقا جويا مجهول الهوية في مدينة رأس العين. قوات سوريا الديمقراطية قالت بأن المقاتلات التركية تشن غارات وحالة ذعر أيضا بين سكان شمال سوريا شمال شرق سوريا. وسائل إعلام النظام السوري قالت بأن تركيا بدأت عدوانها على منطقة رأس العين. سنتابع كل هذه التفاصيل، كل هذه المعلومات التي تردنا من خلال مراسلين المتواجدين الآن، أيضا خلال ضيوفنا أيضا في هذه التغطية. حسب آخر الأنباء مسؤول تركي قال بأن العملية في شمال شرق سوريا بدأت بغارات وستدعمها نيران المدفعية. هذا يعني ربما بأن هناك قوات تركية ربما تشارك لاحقا بعد بدء هذه العملية جويا ثم على الأرض من خلال الغارات أو النيران المدفعية، ربما تشهد تحركات الاقتحامات من القوات التابعة لتركيا المشاركة في اقتحام هذه المناطق على الحدود السورية التركية. الآن ينضم إلينا هاتفيا من اسطنبول المحلل العسكري السوري أحمد رحال. سيد أحمد مرحبا بك معنا، ما هي آخر الأنباء أو المعلومات التي تريدكم حول هذه العملية؟ من الواضح أن الرئيس أردوغان اتخذ القرار مع بدء الساعة الثالثة اليوم بعمليات عسكرية جوية بدأت بقصف لمناطق رأس العين ومناطق المعسكرات قوات سوريا الديمقراطية. واضح أن التعزيزات وصلت إلى المستوى المطلوب، بحيث أن هناك حشود عسكرية كبيرة وصلت من جانب تركيا اليوم، على الأقل وصلت 5 أرتال إلى منطقة الأبيض وقلع عجي والمناطق المحيطة بالمنطقة المطلة ما بين رأس العين وعين العرب مرورا إلى الأبيض. أيضا قوات سوريا الديمقراطية قامت بحشود كبيرة على تلك المناطق، بمعنى أن قسد سوف تواجه الهجوم التركي والمدعوم من قبل فصائل الجيش الوطني. يعني اليوم نستطيع القول أن العملية العسكرية بدأت تركيا، لكن واضح أن الغطاء السياسي غير موجود. الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، حتى أن رئيس بوتين اليوم طالب أنقرة بالتمهل وإعادة درس الأوضاع بمرة ثانية ومراجعة القواعد الأمور العسكرية في تلك المنطقة، بمعنى أن تركيا يبدو أنها قادمة على تلك المعركة ومصرة على تجديد تلك المعركة، بدليل أنها بدأت من قليل كما قلنا بضربات جوية، وقد يعقبها بالتأكيد دخول القوات البرية على المناطق السورية والمناطق الحدودية. خلينا نتعرف أكثر على هذه المنطقة التي بدأت فيها هذه العمليات، يعني غارات جوية على منطقة رأس العين السورية، هي المنطقة الآن منطقة العمليات العسكرية مع بدء هذا التحرك التركي. هذه المنطقة ما حجم تواجد قوات سوريا الديمقراطية؟ الأهداف التي يمكن لهذه الطائرات أن تصل إليها الطائرات التركية مع بدء هذه العملية سيد أحمد؟ لا يعني أعتقد أن تركيا أصبحت لديها دراية تامة كما قلت لعدم وجود غطاء سياسي لتلك العملية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العملية ستكون في منطقة محدودة وضمن قطاع محدد وبعمق محدد ضمن تقريبا التوافقات التي أجراها جين جيفري في لقاءات الأخير في أنقرة. يعني أعتقد أن العملية ستكون بعمق من 5 إلى 10 كيلومتر وبطول حوالي 100 كيلومتر ما بين رأس العين وعين العرب،
هذه المناطق أخلتها قوات سوريا الديمقراطية سابقاً وفي توافقات جنس جيفري، أخلتها وقامت بتدمير التحصينات وتدمير الخنادق وسحب المعسكرات الخطوط الخلفية آخر نقطتين أمريكيتين تم سحبهم أول أمس من تلك المنطقة. حتى الآن كل المجريات تقول أن تركيا تدرك تماماً أنها لا تملك الضوء الأخضر في عملية عسكرية واسعة النطاق، وبالتالي التحرك العسكري قد يكون ما بين رأس العين وعين العرب، أي بعرض حوالي 160 كيلومتر وبأعماق تصل إلى بلدة سلوك حوالي 10 كيلومتر. 10 كيلو، طيب، لكن إخلاء هذه المنطقة، منطقة رأس العين، وخاصة في ضوء الأنباء الواردة حسب بعض المسؤولين التركيين بأن هذه العملية بدأت بغارات جوية سيتبعها أيضا إطلاق لنيران المدفعية، كنا قد شاهدنا أيضا عملية إزالة بعض المناطق الترابية التي كانت تشكل حدودا بين سوريا وتركيا، فهل يمكن أن يتبع ذلك أيضا اقتحام أو دخول لقوات تركيا راجلة في هذه المناطق؟ نتحدث عن منطقة رأس العين تحديدا التي أخليت من قبل قوات سوريا الديمقراطية. بالتأكيد سيكون هناك دخول للجيش التركي، اليوم هناك حوالي 85 ألف جندي تركي على الحدود السورية التركية، هناك حوالي 14 ألف جندي من الجيش الوطني من المقاتلين الذين أعلن عنهم الناطق باسم الجيش الوطني أنه سيتم الزج بهم، هناك حديث عن دخول جيش أحرار الشرقية وأحرار الشرقية في منطقة رأس العين وفرقة السلطان مراد وفرقة الحمزات من الجيش الوطني في منطقة عين العرب، بالإضافة كما قلت إلى الدعم اللوجستي المدفعي ودعم الدبابات وقوات مشاة تركية من الجيش التركي قد تدخل تلك المنطقة. لكن يبقى السؤال الهام، هل مسموح لأنقرة أن تستخدم الطيران بعد أن تم أغلاق المجال الجوي السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف أمام الطيران التركي؟ القصف الذي تم اليوم تم من داخل الأراضي التركية باتجاه مناطق حدودية تتمركز فيها معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، لكن مع تغول يعني القوات البرية سوف تحتاج إلى تغطية، لأن المواجهة الميدانية دون غطاء جوي سيكلف تركيا وسيكلف الجيش التركي المزيد من الخسائر قد لا يتحمله الداخل التركي. إذن تبقى النقطة الأساسية، هل تستطيع تركيا أن تدخل بطيرانها إلى داخل المجال الجوي السوري؟ حتى الآن لا أعتقد ذلك لأن هناك تهديد من واشنطن. طيب، نتابع الآن هذه الصور من قناة NTV التركية التي ربما نشاهد فيها لبعض الأدخنة لبعض المناطق المستهدفة، هذه أيضا مدرج طائرات كما نتابع لانطلاق طائرات تابعة للقوات التركية. على يسار الصورة نشاهد منطقة ديار بكر التي نرى فيها إحدى الطائرات التركية التي تتأهب للانطلاق أو الإقلاع ربما لبدء غارة عسكرية على بعض المناطق في الحدود التركية السورية. الجانب الأيمن نشاهد منطقة تل أبيض وهي داخل الأراضي السورية في منطقة الحدود التركية السورية. هذه التطورات كما نراها تأتي بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا. أعود إليك سيد أحمد رحال، إذا نشاهد الآن الطائرات التركية التي تتأهب للإقلاع من مدرج في ديار بكر في القاعدة التركية الموجودة في هذه المنطقة، قلت بأنه منطقة رأس العين هي منطقة تم إخلاؤها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، لا تواجد لقطع عسكرية تابعة لهذه القوات، فلماذا إذن تتم وما الذي يتم استهدافه في هذه المنطقة مع إخلائها من قبل قوات سوريا الديمقراطية؟ سؤال هام جدا. يعني عندما تم إخلاء تلك المنطقة منذ حوالي 4 أسابيع كانت هناك لقاءات ما بين جيمس جيفري وفد أمريكي وما بين الجنرالات الأتراك ووزارة الخارجية التركية، وتم الاتفاق وقتها على ممر السلام كما أسمته تركيا أو المنطقة الآمنة كما أسمتها واشنطن، وكانت هناك توافقات على عملية محدودة ضمن اتفاق محدد ضمن إخلاء عمق محدد على أن تكون القيادة مشتركة ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتسيير دوريات، لكن أنقرة وجدت أن هذا السيناريو لا يخدم مصالحها، لا يخدم الأمن القومي التركي، وعندما قاله الرئيس أردوغان ووزارة الدفاع التركية ومن أن هذه المعطيات كلها تعيد سيناريو منضج وأنها لا تؤمن، وبالتالي وعلى هذا الأساس قامت قوات سوريا الديمقراطية بتدمير التحصينات وتدمير الخنادق وسحب المعسكرات الخلف. لكن منذ 3 أيام مع أطلاق تركيا استعدادها لعملية عسكرية قامت قوات سوريا الديمقراطية بإعادة الدفع بقواتها للخطوط الأمامية، إعادة استخدام الحواجز والخنادق والتحصينات، إعادت بعض القوات إلى المناطق الحدودية من أنها سوف تدافع عن تلك المناطق وأنها تعتبر بحل عن الاتفاق الذي عقدته
واشنطن معها إن كان هناك اتفاق مع تركيا. لذلك أمام هذا الواقع أن يستطيع القول أن قوات سوريا الديمقراطية عادت لمواقعها على الحدود التركية. عدد في منطقة رأس العين سيد أحمد؟ نعم، هناك من رأس العين إلى طل أبيض إلى عين العرب، كل تلك المناطق عادت قوات سوريا الديمقراطية إلى الحدود، بل أنها دفعت ببعض المدنيين لإقامة نوع من المظاهرات التي ترفض التدخل التركي. كنت قد سألت يعني عن مسألة إن كان مسموحا لتركيا أو إلى أي مدى هو مسموح لها باستخدام النظام المجال الجوي في غاراتها، لكن ذلك أو هذا التحرك اليوم يعني أن هناك ضوء أخضر أو تفاهمات بين الإدارة الأمريكية وبين تركيا على حدود ربما تكون أولية لهذه العملية، لكنها قد تمتد بعد ذلك سيد أحمد إلى مناطق أخرى بعد رأس العين. تركيا بالأساس هي ضمن جهود التحالف الدولي، وكان مسموح لها الدخول في الأجواء السورية ضمن توافقات التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب، لكن مع التهديد بفتح العملية العسكرية وجدنا من أن هناك تصريح خارج عن التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بتحريم السماء السورية أو المجال الجوي السوري عن طائرات التركية، وبالتالي حتى الآن هذا الأمر ساري المفعول. ما نفذ اليوم من ضربات تم من داخل الأراضي التركية على مواقع لقصد داخل الأراضي السورية، لكن أن يدخل الطيران التركي داخل أجواء السورية أعتقد حتى الآن لا معطيات تؤكد أن هناك توافقات أمريكية. حتى الآن ساري المفعول هو تحريم المجال الجوي السوري على الطائرات التركية، وبالتالي إذا ما دخلت في سماء سوريا أعتقد سيكون هناك إشكال، وقد تدخل القوات الأمريكية. وجدنا من أن الطيران الروسي قد منع الطيران التركي عندما أراد حماية قواته في معارك طاط في منطقة إدلب، وبالتالي قد يتدخل طيران التحالف لمنع الطيران التركي من دخول سماء سوريا.